اليوم ما في عنا وصفة، وصفتنا اليوم هي تضامن مع شهداء إدلب ومع شهداء غزة ومع شهداء فلسطين. ما بيطلع بإيدنا غير التضامن معكم، ومنقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله ينصركم على أعدائكم. ولو بيطلع بإيدنا شيء كنتوا لقيتونا أول الناس موجودين معكم وإيد بإيد لحتى ندحر كل ظالم. تحياتي لكم، رح ننتظر فترة من الزمن لحتى رب العالمين يرفع البلاء عن كافة أهلنا في غزة، في فلسطين، وفي كل مكان. وبعد منا بنرجع لكم، وإن شاء الله إذا بقينا من الطيبين بنصور لكم فيديوهات بتحبوها. سلام عليكم.